السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نتمنى يلحقكم هذا الفيديو ويلقاكم كامل بصحه جيده. اليوم نديرو بسبوسه تاع البرتقال. باش نحضروا هذا الوصفه نبداو اولا نبداو نوجدوا السيغو اللي نشربوا به البسبوسه. نديروا كاس ماء، كاس سكر، ونزيدوا ان ترونش تاع تشينا هذيك اللي عصرناها. كيما عصرنا نديرو هذيك، نستعملو داك القشور تاعها، نديرو فوق النار ونخليوه حتى وين يبدا يغلي. نبداو نحسبولو 10 دقائق ونطفيو عليه النار. من بعد ما جازو 10 دقائق نزيدو هذاك الكاس نتاع عصير البرتقال ونطفيو عليهم الفرن. دوكا نروحو نحضرو البسبوسة. هنا زوج حبات تاع بيض، نص كاس تاع سكر، نص كاس تاع زيت، نص كاس تاع الحليب، قرصة تاع الملح، مغرفة معبرة مبشور البرتقال، باكي ونص تاع الخمارة، وعندي سميد رقيق، ونص كاس تاع جو دورانج. راني ما حطيتوش لهنايا، واللي عنده انا هنايا سنيوه صغيره، وكي تكون سنيوه كبيره حب واحد دي واسي كونتيتي لازم ندوبليو لي كونتيتي، نضعفوا المقادير. نبدا نكسر في البيض هنايا بالحبه، هذه الحبه الاولى، نزيد الحبة الثانية تاع البيض، نزيد القرصة تاع الملح، نخلطهم مليح غير بالضرب اليدوي، نزيد هذاك لو زيست. الوصفة تصيبوها في صندوق الوصف في لا ديسكريبسيون، تلقاوها اون فرونسي اي اون عربي بالفرنسية والعربية. دركا نزيد النص كاس تاع السكر ونضرب مليح هذاك السكر مع البيض حتى وين يذوب. دركا نبدا نزيد الزيت، نبدا نزيد فيها بشويه ونضرب. نزيد هذاك نص كاس تاع الحليب، ونزيد هذاك نص كاس تاع جو دورانج عصير البرتقال. دوكا نزيد هذاك نزيد السميد، والسميد هنايا رقيق. نزيد ندير الكاس الاول، هنا عندي زوج كيسان وهذا الكاس الدوزيام. هنايا لا ليفيغ شيميك هذيك الخماره عندي باكي فيه 11 غرام، صافي لازمني ندير باكي ونص. نتوما ولا عندكم خماره فيها 8 غرامات ديروا زوج باش تحل لكم 16 غرام، انا هنا درت باكي ونص. ونزيد نضربهم مليح. هنايا نشد السنيوه تاعي، نجد ندير لها شويه زبده، هكذا نحكلها كامل الزبده. ونفرغ هذاك الخليط تاعي فيها ونديرها في الكوشه طيب. وهاي البسبوسه تاعنا من بعد ما طابت غير خرجتها من الكوشه، فرغت لها هذاك لو سيغو اللي راه برد، ولازم يكون بارد سيغو والبسبوسة تكون سخونة. وهاي البسبوسة تاعنا بعد ما زينتها بلي ترونش تاع البرتقال، ودرت لها شويه نواة كوكو من الفوق، والتزيين يبقى اختياري.
ولا ما عندكمش نواه كوكو خليوها كي تشربوها خليوها حتى وين تشرب مليح. تقدروا تزينوها بلو سكر غلاس من الفوق. ونتمنى تكون عجبتكم الوصفه وعطيت لكم الفكره باش ديروها. ونتلاقاو في وصفات واحده اخرين ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.